كل سنة وكل أم طيبة، كل سنة طيبة يا أمي، وحشتيني أوي أوي أوي. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بمناسبة عيد الأم قلت لازم نعمل حاجة سهلة كل واحدة تعملها لمامتها الصبح تفطر بيها، حاجة في منتهى الجمال كلكم هتحبوها وسهلة جدا. هي الباتيه في الخلاط. حد يصدق ان ده معمول في الخلاط ومعجون في الخلاط؟ انا ما لمستش العجينه دي بايديا. بصوا العجينه عامله ازاي من جوه، هوا من جوه، خفيفه جدا وهوائيه، طعمه حلو جدا اكنك فعلا بتاكلي باتيه، بس طريقه سهله من غير ولا عجن ولا اي حاجه، هتتبسطوا بيها قوي ولازم تجربوها، ولازم كلكم تعملوها لمامتكم او تعملوها ليكم. كل سنة وكل أم طيبة، وكل سنة وأمي طيبة. نبدأ بسم الله علشان نعمل الباتيه السحر بتاعنا ده سحر. بقى محتاجين 3 مكونات بس، هما 3 بيضات، كوباية دقيق، وقدها بالظبط لبن، كوباية دقيق وكوباية لبن و3 بيضات ورشة ملح. أي حد يقولك باتيه عايز بقى ايه، دقيق وزبدة وعجن العجينة 100 مرة ودخليها التلاجة وخرجيها، لا ما عندناش الكلام ده. احنا اصلا مش هنلمس العجينة، احنا هنحط العجينة بتاعتنا في الخلاط وخلاص كده، مش هنعجن ولا اي حاجة. هنشوف الطريقة ازاي. هنفتح الخلاط بتاعنا ونحط فيه 3 بيضات، ونحط فيه كوباية الدقيق، وكوباية اللبن، ورشة ملح، وبس كده. ونقفل الخلاط وهنشغل. كفاية كده، بعد الضرب كده في الخلاط، انا بقول لكم هي شبه تقريبا عجينة الكريب بس هتبقى مختلفة تماما معايا دلوقتي. ازاي بقى نحولها لباتيه؟ ده اللي هنشوفه معانا كده. خلاص اهو، بعد ما خلطناه سايبينه في الخلاط عادي براحته، مش هيحصل له اي حاجة. ونجيب صينية، اي صينية كب كيك عندك، وتجيبي مقدار من الزيت، وهتحطي في كل كده فتحة من دول هتحطي حوالي معلقة زيت طبعا. الصينيه اللي انت عايزاها، المقاس اللي انت عايزاه، عايزه مقاس كبير مفيش مشكله، اهم حاجه ان هي تتحط فيها حوالي كده معلقه زيت كده. الصينيه دي هتخش الفرن وتقعد فيه 10 دقايق. لازم الزيت ده يسخن جدا لان هو ده اللي هيرفع معايا الباتيه. هنشوف ازاي كده. الصينيه بتاعتي خرجت من الفرن وهي بقى لها 10 دقايق سخنه جدا. هنصب بقى الخليط فيها. عايزه اقول لكم ان هي فعلا سخنه. هنصب الخليط كده، بصوا كده سخنه ازاي، لازم تبقى كده. مفيش واحده هتجرب الباتيه ده ويفشل معاها. هنصبه كده اهو، وهنرجعه تاني الفرن. هيقعد حوالي، عشان دي قوالب صغيره، هيقعد حوالي 3 ساعة. لو انت هتحطيه في قوالب كبيره شويه بتاعه كب كيك او قوالب تانيه، ممكن يقعد معاكي نص ساعه. هنكمل بقى وندخله الفرن. كده جاهز ان هو يخش الفرن. المقدار ده هيملاه الصينية دي حوالي 2 مرات، يعني فعلا هياكل العيله كلها. عايزه اوريكم يا جماعه اهو في الفرن اهو بقاله حوالي 10 دقايق وينفخ ازاي، مش ممكن. وريحه البيت كلها اكنك فعلا بتغبزي. انت تقولي لهم انت بتعملي باتيه، هما بقى فاكرين ان انت بتعجني وانت ما لمستيش العجينه. اهي عجينه سحريه، لازم تدعولي وتجربوها. مفيش بيت مفيهوش 3 بيضات، كوباية لبن، كوباية دقيق، ورشة ملح بس، وهتعملي احلى باتيه تفطري بيه الصبح اهو. مش هنفتح بقى الفرن خالص، هنسيبه كده 1/3 ساعة بتوعنا اهو، عمال ينفخ ما شاء الله اهو.
مش عادي بجد، ده مش عادي اهو. انا عايزه افتح الكاميرا والله التلت ساعه كلها تشوفوا معايا، بس فعلا النتيجه روعه. مفيش واحده هتجربه الا ما هينجح معاها جدا من اول مره، ومجرد ما هتعمليه هتفضلي تفضلي تعمليه على طول. كل يوم هيقولوا لك عايزين نفطر باتيه كده. بعد ربع ساعه اهو عمال يرتفع في الفرن، طبعا انا مش هفتح عليه اهو اهو. المقدار اللي بتلات بيضات ده بيعمل حوالي اكتر من 24 واحده من نفس المقاس ده. طبعا حلو جدا، حاجه ببلاش كده. كده بقى خلاص اهو جاهز ان هو يطلع من الفرن. كده اهو طلع اهو من الفرن، بصي طلعت كل الزيت اللي انا كنت حاطاه سخن جدا كده اهو، طلعت كل الزيت اهو نفش ازاي اهو، طلعته كده. مفيش احلى من كده ابدا، هش جدا صور لسه سخن من جوه هوا اصلا. بصوا هو ازاي. انا لما فكرت في حاجه لعيد الام قلت انا عايزه اعمل حاجه كل واحده تقدر تقوم تعملها لمامتها الصبح تفطر بيها، تقدري تحطي فيه جبنه وتاكليه، طعمه حلو جدا وهش جدا قد كده. المقدار ده اهو لسه ما كملتش، انا هكمل المقدار التاني ده بتاعي حلو جدا. بصوا يا جماعه اهو هوا هوا من جوه، وطعمه لازم اقول لكم عليه دلوقتي. نقرمش من بره، من جوه هوا جدا، هيعجبكم قوي. كل سنه وكل ام طيبه.